السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير، كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. بلا شك عرفتونا حنا اسم الطوموبيل، لان انا صدعت لكم راسكم في اللايفات كما صدعتوا لي راسي بجيب لينا الدوستر 2018. انا جبت لكم الدوستر 2018. اليوم حنايا في ان سي اغ ا ديال مراكش، كيف ما العدد الناس هذو اللي عطاونا لا سي اننا نديروا لا سي لا دوستر 2018. درنا لها لا سي حنايا بحراجينا من لا سي. المهم نتوما تشوفوا الفيديو ديك الساعات. من بعد كنشكروا ان سي اغ ا ديال مراكش اللي عطاتنا اننا نديروا لا سي ديال لا دوستر جديده. خليكم مع لي سياج ديال دوستر 2018. شوفوا الناس كيديروا لكم الريفيو، حنا ريفيو بلس تيست درايف في وسط مراكش. تعليقا على سيارة داسيا دستر، قال فان دن إيكر المصمم العالمي لجروب بيرونو، دوستر ليست علامة تجارية فقط بل هي عبارة عن ظاهرة في عالم السيارات، فهي تعطي أكثر مما نتوقعه منها كمستهلك. وكمتتبع دائم للتطورات الحاصلة في الديزاينات العالمية، يمكن أن أقول أن الشكل الخارجي والداخلي للسيارة يعكس طفرة جينية، حيث أنه تم إعطاء طابع القوة والفخامة والمتعة لكل جزء من أجزاء السيارة حتى تصبح السيارة SUV خارقة للعادة. فمثلا إن أخذنا مقدمة السيارة التي أصبحت أعرض باعتمادها على امتدادها إلى الأضواء الأمامية التي أصبحت في الحدود الجانبية، هذه الأخيرة التي تبنت إمضاء ضوئيا جديدا بإعطائها أضواء النهار وأضواء الليد التي تم تقسيمها إلى 3 أجزاء. غطاء محرك السيارة أصبح أكثر أفقيا مع خطوط أكثر بروزا مما يعطيها طبع القدرة. الأجنحة الأمامية تم إعطائها لفوز إكستراكتور اللي كيف ما قلت في الفيديو ديال المعرض ديال مراكش كيسهلوا المرور ديال الرؤية من الجناح الأمامي لأبواب ديال السيارة. هذا التغيير يعزى لفان دين أيكر وللمصممين الطموحين كريستينا صفيا زوب وفانسون توبان. كما كتشوفوا معنا معمرين الطوموبيله كاميرات تليفونات، معنا السي محمد اليوم، السي محمد اللي داير معنا المزيان وعطانا من وقته انه يصور معنا لا دوستر. هاد لا دوستر هادي ميم سي لي اوتوماتيك راه كديماري بلا ما تحط رجلك على الفران. هادي معلومه للناس، راه شي تويشيات اللي حطيتهم لكم اكسكلوزيفيتي عندي في لاشين، ما تلقاهمش عند وحدين اخرين في لاشين ديالهم باسكو يفون جوست الريفيو. حنايا كنديرو حتى لسي هاد الناس هادو، انسي اغ ا ديال مراكش ديما كيعطيونا لسي في لاشين ديالنا. فيما كتشوفو بغيت نطلق واحد اللايف دابا في الفيسبوك، اللي بغى يتعرف معنا على الفيسبوك ديالنا راه تلقاوه في اللين ديال الديسكريبسيون تحت. ممكن انكم تدخلو، ممكن انك تدخل عندنا لاباج ديال امداسيون كارز، ولا تدخل عندنا بطبيعة الحال الانستغرام راه كنقشم فيه الطوموبيلات اللي كنجربو اكسكلوزيفيتي اللي ما كيكونش عندي الحق انني نحطهم لكم في اليوتيوب. كنحط لكم منهم تصاور ولا كنحط لكم منهم شي لعيبات كيفاش انا جربتهم، كيفاش درت لهم لسي. ديما كنخر لكم شي لقطات، كنخر لكم شي لقطات من داخل ديال السيارات، كما دابا نخر لهم واحد اللقطه من داخل ديال السياره، نعطيهم واحد لا تور اون اكسكلوزيفيتي، نسد الكاميرا ونعطيهم هنايا في اللايف، نعطيهم واحد التور لانه يستحقوا الناس ديال الفيسبوك، يستحقوا الناس ديال فوق الفيسبوك اننا نديروا معاهم واحد امتي لايف على السياره من الداخل. داكشي علاش نخليكم مع اللايف. الناس اللي يكونوا دابا في فيسبوك تكونوا تفرجتوا في اللايف ديالنا. حنا اليوم في اللور ديال لا دوستر، اول حاجه نبداو بها سيكوليسياج ماشي كوليسيون بطبيعه الحال، ولكن هذا علاش بديت به؟ لانه هذه المساحه الخلفيه فين حنا راكبين انا رجعت هذه بحيث انه تكون مريحه للقدام بزاف. وشوفوا شحال ديال المساحه بطبيعه الحال بيني وبين رجلي. دوستر بطبيعه الحال ما نهضرش على المسافه بين راسي وبين السقف ديال الطوموبيله. هاد البلايص هادو اللي فين كيحطوا لنا سيديهم بطبيعه الحال زوقاتهم لا دوستر، رجعتهم شي شويه زوينين ودارت فيهم، رجعتهم زوينين ودارت فيهم دي بوش اللي ممكن تحطوا فيهم دوك الناس اللي كيقصوا اللور، ممكن يحطوا فيهم حويجاتهم. هاد الحاجه اللي ما كانتش في الطوموبيلات القدام دابا ولات كديرهم لا دوستر، ولات كتعطي هاد البريستيج الناس بطبيعه الحال. ممكن ان هاد اللور هذا يجلسوا فيه 3 ديال
ديال الناس كبار بواحد الاريحيه تامه. ملي كنجرب لكم لي 3 بلاص ديالها زعما بواحد الاريحيه تامه ممكن يجلسوا فيها طبيعه الحال. غنوريكم شي تويشيات، غنوريكم شي غرائب في هذا اللور هذا ديال لادوستر. سيكو ملي كتطلعوا كاينه واحد اللعيبه في لادوستر اللي هي اشيه، فين كتحطوا حزام السلامه باش كديروا لي سياج يكون لي سياج يكونوا هبطان. شوف معايا سيكو كتجيب، شوف معايا باش نخرج حزام السلامه. افون كو ملي كتخرج حزام السلامه كدير لي واحد اللعيبه سيكو كتحطو هنايا في هاد اللعيبه هادي، كتخشي هنايا اي بوي كدير هكا. مرحبا بك في لادوستر، هادي هي لادوستر جديده. هادو هما لي سياج اللي كيوليو غا بطابلو فيها. المهم فاش يتواشى زوينين بحال هاد اللعيبه هادي، انا كنت كنوحل فيها في طوموبيله قديمه عندنا سيكو السماطي، اشاك فوا كتسرطهم ليا طوموبيل وكنولي خاصني نحل الكوسه من جديد وخاصني نردو من جديد. هادي لا، هادي ممكن انك ممكن انك تخشي حزام السلامه في هاد التويشيه هادي كما كاينه في ديك التويشيه تما عاوتاني، ابوي كتعاود ترد لي سياج غا بطابل. شوفوا هاد اللعيبه هادي فين كتحطوا يديكم، يعني اللور عطاتو ديستر، عطاتو واحد لو بريستيج اللي ممكن انه يتهلا في الناس ديال اللور، واللي ولات كتهتم ولات كتهتم اكثر باكثر بحال السيبواي بحال لا لوغان جديده ولا لي سيري ليميتي اللي ممكن انا نتعرفوا عليهم من بعد. ولات كتعطيهم واحد الحجم في اللور، ولات كتعطيهم واحد الاريحيه في اللور، ولات كتهلا فيهم. بطبيعه الحال دوك اللعيبات ديال المرايات، طبيعه الحال هاد اللعيبات هادو ديال المرايات اللي كنشوفو فيهم هنايا هما، يعني باش كتحل المرايه باش كتسدها يتسطيغا كاينين هنايا اللور. وهادي عاوتاني حاجه حتى هي زوينه، كانوا كيكونوا هنايا الوسط، وهادي شي حاجه اللي ما كانتش مزيان. جو بونس كو في الدوستر القديمه كانوا دائما المرايات هنا. هاد اللعيبات هادو هاد لي بواني اللي ولاو اورني ولاو كيشبهوا بحال السون الومنيوم، كانوا هما بلاستيك بطبيعه الحال، وكانوا بلاستيك اللي عطى جماليه لهاد السياره هادي. عجبتني حتى لي باف فيها، مازال غنجربوهم من بعد وغنديروا شي كاراوكي ولا شي لعيبه. دابا سالينا اللايف اللي قلت لكم، دابا ننطلقوا ان شاء الله باش نهضر لكم على هاد الطوموبيله. كما دويت لكم هاد الطوموبيله هي داسيا دوستر موديل 2018. هاد الداسيا هادي اللي دايره الباز دابا في اليوتيوب، اللي شحال من واحد في المغرب دار عليها الريفيو، ولكن شحال من واحد في المغرب ما دارش لها لسي. علاش؟ لانه حنا دائما كنجيبو لكم ليكسكلوزيفيتي عندنا في لاشين ديال ال ام دي سي اون كارز. لا دوستر دابا انا اول حاجه ملي طلعت لها جبدتني فيها سيكو الطابلو دبور الا لاحظتوا معايا متجه الجهه ديالي، يعني ما بقاش ديك الطوموبيل اللي كتكون متسعه واللي واسعه واللي بغات تغطي كاع الناس اللي جالسين في الطوموبيل. لا، ان بريستيج كتعطيه لذاك اللي سايق الطوموبيله، ذاك اللي سايق الطوموبيله الطوموبيله كتلقاها متجهه جهته، كتعطيه ذاك لو بريستيج ديال اون فواتور اللي هي عاليه اللي هي اللي هي بريستيج. كتلقى بينو الطابلو دبور كما قلت داير عندك، وحتى الطابلو دبور اللي كابتيفون، الطابلو دبور مقارنه بالدوستر القديمه مهما الطابلو دبور ماشي كابتيفون بهذه الطريقه. وحتى الفولون دابا اللي ولا اون كوير ساتان بحال هكا، اللي شي حاجه كتعطيك واحد النعومه في الملمس اللي تعطيك ممكن انك تسوق بها ساعات وساعات طوال، يعني ماشي ديك الطوموبيله اللي الى جلست في الحراره كيسخن الفولون كيولي يحرقك. هذا الفولون هذا كيف ما شفتوا معايا الي ريغلابل اون هوتور اون بروفوندور، اسمح لي في العلوي وفي العمق، ياك في العلوي وفي العمق. الطوموبيل هذه اللي كتعطيك واحد الاريحيه وانت دابا كتسوقها، فيها لي كوموند ف ف ف ف ف سميتو في الفولون، فيها طبيعه الحال ريغولاتور ليميتور دو فيتاس كيفاش انك تغيكليه من عندك من هنايا. كاين هاد العباده ديال الراديو اللي كاينه في طبيعه الحال في جميع الطوموبيلات ديال داسيا اللي ولفنا عليها، وهاد الفولون هذا بالشكل الجديد ديالو. هاد الشيء يعزى الى ثلاثه ديال الديزاينرات ديزاينيرين ولا ديزاينرات ما عرفت اللي هضرت لكم عليهم في الفقره الاولى اللي ممكن انكم تلقاوها. فيها واحد لي بوش وفيها واحد البواطه كونت، واحد البواط تما زوينه اللي ممكن انك تحط فيها حوايجك، حتى هي راها واسعه فيها لي زير باك بطبيعه الحال، وتزاد لها واحد اللعيبه هنايا ولاو عندها هنايا ثلاثه ديال شنو كيتسموا هذو ثلاثه اللعيبات باش كيخرج الهواء البارد، سمحوا لي اش نسميهم ما عرفتش اش نسميهم وهنا باللغه العربيه. وهنايا كاين عندنا ايضا واحد اللعيبه هنايا ملي كيخرج، حنا دابا ديجا راه طالقين البرد. هاد اللعيبات هادو راه ممكن انكم تلقاو اون اوبسيون نيميريك، ولكن هنايا عندنا اون اوبسيون عاديين، يعني ممكن انك هي كتبقى تحرك ماشي ما كيبانولكش لي شيفر الوسط ديالهم، ولكن كاينين كيف ما كتشوفوا معايا عندنا ميديانوف هنايا الوسط اللي حتى هو التحكم فيه سهل كيف ما كتشوفوا في التصاور. الطوموبيل هادي عندها كاميرا دغوكيلون اغيغ، كيف ما كتشوفوا فيها عندها كاميرا دغوكيلون اغيغ. الحاجه اللي زوينه باش نحيدوا الشارجور ديال الجو برو، عجينا داير روينه هنا الشارجور ديال الجو برو كيف ما كتشوفوا معايا، كتوريك كاع داكشي اللي كاين في الطوموبيلات. عندنا
عندنا لي توش بيانو وما ادراك ما لي توش بيانو، الحاجه الجديده اللي جابتها لا دوستر، شي حاجه زوينه حتى هي كتعطيك داك الطابع ديال نعومه الملمس، وكتعطيك الطابع ديال انك في واحد السياره اللي تصممات خصيصا باش انها تعجبك. هنا عاوتاني ولا عندك فين كتحط دوك اللعيبات ديال قهوتك، القهوه ديالك ولا لي بواسون ديالك، عندك ليميتور، عندك ريغولاتور فيتاس، وبطبيعه الحال هذا الفرنمان اللي ما بقاش ضيق في الطوموبيلات ديال الطاسي اخرين، ملي كنتي كتهز هذا الفرنمان هذا كان كيجرى لك واحد المشكل. شنو هو؟ سيكو كضرب داك اللي وراك كتعطيه زبوط ليدي، هذه لا ما فيهاش داك المشكل ديال كتعطيه زبوط ليدي ديال شي واحد ولا شي حاجه، بالعكس لانه كتحكم في لانه فرنمان متساع، القضيه متساع. يعني الكوفر كما قلت لكم راه ولا ايزولون باش ما يبقاش يوصل لك داك الصداع، كتسمع شي صداع، كاين صداع لانه الكوفر ولا تنقص منه هيدا، لان الكوفر تنقص منه باش يولي ايزولون، ما يبقاش يسمع لكم الصوت بزاف. طبيعه الحال الطابلو اللي ولا نيميريك، هذه شي حاجه اللي تزاد تحتها هي دابا ام بريسيس، هو اللي تعطى لا داسيا دو سير، تعطى انه ولا عندها طابلو دبور نيميريك كما قلنا. دابا ندوزو الحاجه المهمه احمد، الموتوريزاسيون. الموتوريزاسيون كاين عندك دو موتوريزاسيون، الموتوريزاسيون اسونس اللي كاينه في المغرب، وموتوريزاسيون ديزل اللي كاينه في لونطري دو غام ولومبيونس وفي اللوريا ب 85 عاود، وكاينه 110 ديال العودان. 110 العودان فيها بواط فيتاس مانيو سي سي رابور، وفيها ايضا بواط فيتاس اوتوماتيك هنا باش فيها ديال قلنا 6 ديال لي رابور كما قلنا 6 ديال لي رابور. الفولون كنتحكم به ولا مانيابيليتي ديالو زوينه، زعما ماشي شي فولون اللي كيعذبك، وميم سي هي عندها ديك الكرون غاباري ديال ان اس يو في اللي كيبان بحال شي وحش، ولكن زعما القياده فيها ولا حتى التحكم فيها سهل. شوفوا معايا دابا نكسيري شي شويه باش ندير لها الفريناج، الساسي ما تبدلش نفس الساسي ديال الدوستر القديمه، ولكن جو سي با يعني جاني بحال الطوموبيله زايد فيها شي حاجه، زايده فيها شي نغزه، عندها شي حاجه اللي مبدله اللي عطاتها هذا الطابع هذا ديال التحكم. دابا انا الا بغيت نلقب هذه السياره ونعطيها من غير دوك لي روتروفيزور اللي حفظتوني اي طوموبيله وليت كنطلع لها وليت كنشكر فيها لي روتروفيزور الا كانوا كبار، غنعطيها واحد الاسم واللي غنسميه التحكم. هادي هادي سيتي لومبيونس بواحد لا بواط فيتاس، هادي جو بونس سيتي لوغيا من بواط فيتاس او دي او دي سي، هادي اللي خرجت سنه 2010. واللي بغى يتعرف على هاد لا بواط فيتاس ممكن انه يمشي للفيديو ديال لا غونو كليو انه يتعرف مزيان على هاد لا بواط فيتاس او دي سي. لي سياج ديال الطوموبيله هادي مريحين بزاف، هاد لي سياج هادو نقدر نعطيهم بان نقدر نسوق بهم واحد ساعتين حتى ثلاثه السوايع، ميم سي خاصك تسوق ساعتين وتستراح، وراهي سون ريغلابل اون هوتور حتى هما اون بروفوندور، يعني تمشي بهم وتجي زعما طوموبيله اللي ولات كتعطيك هاد لو بريستيج حتى هو، وراهم ايل سون اورني. نجربوا دابا الموسيقى فيها، نجربوا الموسيقى، كتعرف تغني شي شويه؟ كل مراحل والقوادس مزبالة توسخ شوارع وزناقي تدير فيهم حالة استوحي تبدير ولا تعاوننا الفرحة تكملينا. عارفكم عارفكم اش كتقول، سي با لا دوستر، سي لا دوستر ممتازة يا اخي. الله خويا انا بغيت نستمتع اول مرة، اول مرة كنطلع. شوف انا طلعت للكليو، طلعت للاميغان، طلعت فاش طلعت ما كنعرف اشنو كاين، انا صايق الميغان مي راه عارف تكرار، صايق الكليوم مي راه عارف تكرار، ولكن دوستر انا صقتها حيت انا كانت عندي 3 شهور وهي عندي الدوستر. فاش طلعت اصاحبي تفاجات وسمحوا لي واخا جراو لي ديبوغ، لان انا بغيت نستمتع بالسياقه ديال هذا الدوستر، عطوني هاد الوقيته هادي وخلوني نستمتع الله يجزيكم بخير بالسياقه ديال الدوستر. نشريها الى نشريها اون كاتر موتريس، اون كاتر موتريس ممتازه هادي، عرفتي هادي كاتكا، اسمح لي هادي كاتكا باش تكون شي حاجه، بغيت نجربها اون كاتر موتريس، بغيت نطلعها عندنا لوريكا، بغيت نطلعها الجبال ديال لوريكا باسكو تستاهل هاد الطوموبيله هادي انها تطلع الجبال ديال اوريكا. الفيديو ديالنا ديال اليوم سالت،
دابا تقريبا انا دوزت معكم هذه لحظه تاريخيه، دابا تقريبا هذه لحظه تاريخيه في التاريخ ديال لاشين ديال الام دي سي وكرز. اول فيديو بديتو تقريبا راكم شفتوني، كنت واحد الدري اللي حمق اللي كان ناشط معكم اللي كان لعب معكم اللي طالق هذا السلاح معكم. من بعد قلتوا يا احمد هز معنا النيفو، بغينا سيارات جداد، جبت لكم سيارات جداد بطبيعه الحال. قلتوا يا احمد جيب لينا اللوغا، جبت لكم اللوغا. احمد جيب لينا لاكليو، جبت لكم لاكليو. ابخي سميتوني على لاغونو كابتور، جبت لكم لاغونو كابتور. جبت لكم بزاف ديال الطوموبيلات اللي نتوما سولتوني عليهم. من بعد قلتوا يا احمد انت اول فيديو شفناك عليه هي لا دوستر 2018 وما بخلتش عليكم، وفي هذا الفيديو هذا جبت لكم وعلى عقب لكم درت لكم لا دوستر 2018. نوغمات هادشي كامل على قبالكم. طبيعة الحال انا كاع الطلبات ديالكم كنجاوب عليها. انا عندي عندكم طلب واحد، سكو الا شفتي هذا الفيديو هذا ابري ما تسالي دير بارطاج، دير جيم، دير لايك على قبل الناس اللي كيعطيونا هاد لوبورتونيتي ديال اننا نوصل لكم فكره فين ما كنتو في المغرب. كان معكم حمد الامدسي، فيديو اخر من فيديوهات الامدسي اون كارز. السلام عليكم.